تجميعة اليوم اقتصادية لكن فيها كارت RTX، يعني انسى كلمة APU. تجميعة اليوم تلعبك ألعاب 1080p Ultra بدون أي مشاكل. الاختيار تاع القطع كان من عند كليك انفورماتيك، بين قوسين الفيديو هذا سبونسورد من عند كليك، والبرومو هذا داروا خصيصا لجماعة البكالوريا. الاختيار هذه المرة كان غرضه تجميعة مبنية على الأداء فقط، باش نقدروا نخرجوا في سعر اقتصادي ليقدر ب10,990,000. والحاجة اللي أكدتها مع كليك أنه إذا ما عجبتكش بعض القطع المذكورة في حلقة اليوم وعندك الميزانية مفتوحة، تقدر تغير أي قطعة موجودة في البي سي كما تحب أنت. أما أنا شخصيا رح نجمع البي سي بالقطع اللي وصلتني ونوفر لك بنشمارك باش تعرف قوة التجميع. فيما يخص المعالج، تم اختيار نسخة الانتل كور اي 3 من الجيل 12 نسخة 12100F، واكيد هذا المعالج راح يتناسب مع الجيمينج بشكل جيد. فيما يخص كارت الام المذر بورد، فتم اختيار نسخة اقتصادية من بايو ستار نسخة H610M. النسخة هذه كما قلت اقتصادية، واذا عندك المجال مفتوح في الميزانية ننصحك باش تمشي مع نسخة اعلى، لكن اذا كنت مربوط ببادجت مغلق فالكارت هذا راح يمشي معك بدون اي مشاكل. الرامات المختاره في حلقه اليوم راح تكون رامات بدون RGB، يعني رامات ستوندار، يعني باش نخفضوا من السعر الاجمالي للتجميعه. وتم اختيار كما قلت 8 جيجا بايت نسخه DDR4، اما انا شخصيا فطلبت 16 جيجا بايت حتى يكون الاستقرار يعني في البنشمارك يكون مستقر كما نقوله. اما انت عزيزي المتابع اذا كنت مهتم في التجميع، ننصحك باش تمشي مع نسخة 16 جيجا اذا كان عندك المجال مفتوح في الميزانية وما راحش تزيد بزاف. وحدة التخزين، تم اختيار الـ SSD بمساحة 256 جيجا، واكيد في تجميعة 2024 لابد يكون فيها SSD. الباور سبلاي، تم اختيار هذه نسخة من ريد ماكس 650 وات وراح تكفي للتجميع تاعنا. اما فيما يخص الكيس، فتم اختيار هذه المره كيس اقتصادي هو الاخر، لكن من MSI، والحجم مليحه، فيه اربع مراوح RGB، يعني راح يزيد لك شويه من المنظر الجمالي. وهذا هو الشكل تاع الكيس الذي يسمى بالماج فورج M100A. اتوقع انك تتساءل عن كرت الشاشه. وين راه كرت الشاشه؟ كرت الشاشة وصل متأخر شوية لأنه كان عدم موصلش في ستوك عند كليك انفورماتيك، وتم اختيار هذه المرة كما قلت في أول الفيديو نسخة RTX 3050 نسخة 6 جيجا، وهذا هو الكارت اللي يجي من عند MSI. طبعا مشكلة الناس مع كارت الـ RTX 3050 ليس الأداء بحد ذاته، بل الأمر كان يكمن في التسعير تاع هذا الكارت، بحيث في الوقت اللي تم إصدار نسخة 3050 تم إصدارها بسعر قريب من 3060، وكان سعر يعني مرتفع بشكل يعني مش مبرر، فبالتالي الناس هربت من نسخة 3050. أما الآن الحمد لله يعني الأسعار خفضت شوية وكليك راه موفرينها كذلك بسعر مليح، فبالتالي تم اختيار نسخة 3050 نسخة 6 جيجا، وراح يتناسب بقوة مع الكومبو تاع حلقة اليوم في البنشماركات ان شاء الله. غادي تشوفوا كل هذا يعني في الأداء العملي تاع التجميع. اما الان نخليكم مع العرض الأساسي، مرحلة بناء التجميع. أما الآن وصلنا إلى أهم جزء في حلقة اليوم، البنشمارك العملي للتجميع، وين رح نجربوا 5 ألعاب في 1080p Max Settings ونشوفوا تجميعتنا شعال قادرة تحصل كفريم ريت. نبدأ بCS2، بحيث وضعنا الإعدادات في Max Settings 1080p كالعادة، وحصلنا على تنقية ما بين 99 إلى غاية 123 فريم بير سكند. وكما على بالكم CS2 أصبحت أكثر تطلبا مما كانت عليه سابقا في التحديث الجديد.
جربنا اللعبة من جديد، لكن هذه المرة نوعا ما في الكومبيتيتيف سيتينجز بين قوسين لو كواليتي، وحصلنا على تنقية ما بين 210 إلى غاية 260 فريم بير سكند بدون تفعيل الأفسار. يعني لو فعلنا الأفسار لو حصلنا أكثر. إلى غاية الآن التنقية والفريم ريد راح جيد جدا، وتقدر تلعب بدون أي مشاكل وتستمتع بالكواليتي تاع CS2. اللعبة الموالية فورتنايت كالعادة ودائما وأبدا، اللعبة أصبحت أكثر تطلبا خاصة في نمط DX12، يعني DirectX12. المهم وضعنا الإعدادات على الإيبك سيتينجز في 1080p وحصلنا على متوسط عدد الفريمات 55 FPS تقريبا. دير في بالك أن فورتنايت عالم مفتوح، يعني المشاهد تتغير والفريم ريت يتغير، لكن المتوسط كان 55. خلينا نفس الإعدادات، لكن هذه المرة فعلنا DLSS وحصلنا على متوسط عدد الفريمات يقدر ب 88 فريم بير سكند. إلى حد الآن النتائج كانت جيدة نوعا ما، وكانت قليلة فيما يخص الدروبات. إذا رك حاب تلعب اللعبة على أكثر من 100 فريم، ننصحك باش تخفض نوعا ما في الإعدادات، مع العلم كنا دايرين الإعدادات في الإيبك سيتينجز. أوكي، وصلنا إلى آخر لعبتين. نوعا ما هاللعبتين فيهم شوية عنصرية تجاه بعض كروت الشاشة، لأنهم متطلبين لوحدة الدرجة بزاف خوتي. المهم أول لعبة معنا ألا هي Red Dead Redemption 2. وضعنا الإعدادات على الألترا سيتينجز في 1080p وحصلنا على تنقية حوالي 33-32 FPS. الفريم ريت كان طايح نسبة إلى ضخامة اللعبة، لكن بدون تقطعات. أما إذا رك حاب استقرار أكثر في الأداء، فلابد أن تفعل DLSS، ضروري جدا. مدام اسم الكارت RTX فالDLSS ضروري تفعله في معظم الألعاب، بحيث حصلنا في هذه الحالة على تقريبا 37 FPS، والآداء والجودة كما ترى عزيزي المشاهد. إذا رك حاب فريمات أعلى، ننصحك باش تخفض من الإعدادات إلى الميديوم سيتينجز. اللعبة الأخيرة والمتفق عليها دوليا على أنها صعبة على الكثير من كروت الشاشة، سايبر بانك 2077. المهم كالعادة دنا الإعدادات في 1080p Ultra Settings، لكن RT Off ما خصناش نديرو ضغط أكبر على كرت الشاشة، Ultra Settings يكفي، وحصلنا على تنقية تقدر بحوالي 35 فريم بير سكند. أما بعد تفعيل DLSS فحصلنا على 46 FPS. ونعيد ونكرر، ضروري تفعل DLSS مدام اسم الكرت RTX، خاصة في الألعاب الضخمة، ألعاب AAA. وتقريبا كان هذا كل شيء فيما يخص البنشمارك العملي لتجميعة حلقة اليوم. ما تنسوش باش تكتبونا آراءكم الشخصية فيما يخص هذا الكومبو والأداء تاعه، كيف شفتوه كتبونا في مكان التعليقات. خلاصة القول، تجميعة حلقة اليوم تشغل لك ألعاب 1080p Ultra Settings بدون أي مشاكل، لكن ننصحك إذا كنت حاب تلعب ألعاب تاع التايتل الكبيرة مثل Red Dead Redemption، Cyberpunk، The Witcher New Generation، الألعاب الجديدة والضخمة، ففي هذه الحالة ننصحك باش تخفض الإعدادات إلى الهاي سيتينجز وتفعل DLSS ضروري في كل ألعابك باش تربح FPS أكثر. عندك RTX، استغل فرصة DLSS. في الأخير إذا رك مهتم بهذه التجميعة، غادي نخلي لك بعض الروابط في الوصف أسفل هذا الفيديو. كان معكم أخوكم عصام من قناة ديزل كوميونيتي، رانا قراب لل 170 ألف مشترك، نتمنى بعد هذا الفيديو نوصلوا إلى هذا الرقم، ونتمنى كذلك نوصلوا إلى 200 ألف مشترك. خالتي راني حاصل في عقبة 100 ألف منذ 4 سنوات أو أكثر، فنترجاكم خالتي إذا راكم تشوفوا أن المحتوى تاعنا يستحق الاحترام ويستحق كذلك الدعم، فما تبخلوش علينا بلايك واشتراك في القناة ومشاركة القناة مع أصدقائكم. كان معكم أخوكم عصام من قناة ديزل كوميونيتي، والسلام عليكم.